بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. معاكم كابتن حسين السعد. تماريننا في هذا البرنامج احنا قاعد نتبع خطه لتطوير اللاعب او تطوير الجسم. هذه التمارين اذا كنت لاعب كروسفيت منافس تنفع ان هي تطور مستواك الرياضي للوصول الى الفوز بالمسابقات. اذا كان مستواك انترميديت او مبتدئ فهذه التمارين في هذا البرنامج راح تساعدك في تطويرك كلاعب كروسفيت. حتى اللاعبين اللي يلعبون حق لايف ستايل يبون صحه وعافيه، تمارين راح تساعدك في زياده القوه العضليه، كذلك تساعدك في نزول الوزن. فلا تطوف هذا التمرين، حاول انك تتمرن هذا التمرين بالنادي او بالبيت عشان تطور من مستواك. احنا ماشيين على خطه، وهذه الخطه تطورنا للوصول في الى افضل مستوى رياضي. اذا تابعتونا في الحلقات السابقه فاحنا مشينا على نسبه، اليوم وصلنا الى 1 ريب ماكس، فراح يكون عندنا تيست حق عضله او تمرين الديد ليفت وكذلك حق تمرين البنش بريس. بدينا من نسبه تقريبا 65% تكرارات عاليه، بعدين بدينا نقلل التكرار ونزيد النسبه، نقلل التكرار ونزيد النسبه لغايه ما اليوم بعد ما لف الجدول ودار لمده تقريبا شهرين او شهرين ونص، اليوم وصلنا الى التيست عشان نسوي ارقام جديده بالنسبه حق التمرين. التمرين الاول واللي هو تمرين الديد ليفت، بعض الملاحظات على التمرين علشان تأديه بأفضل طريقة عشان تقدر تشيل اليوم 1 ريب ماكس، لأن الوزن اللي ثقيل أي خطأ بسيط ممكن يعرضك إلى الإصابة أو أنك ما تقدر ترفع الوزن. أول شيء الوقوف على مستوى البار، أن يكون البار ملامس إلى الجسم. ثانيا الأقدام تكون على مستوى الكتف. بالنسبة حق مسكتنا للبار راح تكون الميكس جريب، في بعض اللاعبين عندهم الكلين جريب تكون قوية، أوكي تمام إذا كنت متعود عليها، لكن إذا كنت مو متعود على الكلين جريب فأفضل شيء أنك تسوي ميكس جريب عشان تكون الجريب مالك قوي، خاصة بالأوزان الثقيلة. ثاني شيء أحاول ما أنزل بس ظهري عشان أحمل على ظهري بالطريقة هذه، لا أحاول أني أنزل بالهب، لأن عضلات الفخذ مساعدة بشكل جدا كبير في تمرين الديدليفت. تمرين الديدليفت واحد من التمارين اللي تحرك مجموعة عضلية جدا كبيرة في الجسم، فأحتاج أني أستفيد من كل العضلات اللي تساعدني في حمل هذا الوزن، فأحاول أني أستفيد من عضلات الفخذ وأنزل في عضلة الهب علشان أستخدم القوة اللي موجودة بالهب وأوقف فيها إلى أعلى وتساعدني في حمل هذا الوزن. أتخيل دائما لما ألعب ديدليفت أني أنا ما قاعد أوقف، لا قاعد أدفع الأرض إلى أسفل. هذه الطريقة راح تخليك تأدي التمرين بأفضل شكل ممكن. دائما صدري يكون إلى أعلى وكتفي يكون إلى الخلف، ونأدي التمرين بالطريقة هذه. طبعا من الضرورة قبل ما أبدأ بالوزن أني أسخن جسمي. التسخين راح أسوي مثلا 20 كالوري على الأسالت بايك، 20 كالوري على الرو، 20 كالوري على السكي، جولتين بحيث أن جسمي يكون سخن ويكون جاهز حق التمرين. بعدين أبدأ أني ألعب أوزان خفيفة مثلا 50%، 60%، 50%، 5 عدات، 60%، 4 عدات، 70%، 3 عدات، 80%، 3 عدات، 90%، عدتين. بعدين أدش على 100%، ألعبها عدة وأشوف شنو أحس. هل أحس أن الوزن خفيف بالنسبة لي؟ فأوكي أقدر أكسر هذا الرقم وأزيد. إذا شفت الوزن ثقيل وأنا مو قادر أني أزيد، فيفضل أنك لا تزيد، راح تزيد في زيادة الجدول القادمة. لكن إذا حسيت الوزن خفيف بالنسبة لك، لا تحاول أنك تزيد مرة واحدة 10 كيلو، حاول تزيد حسب إحساسك، مثلا 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو كحد أقصى. لا تسوي بي آر 10 كيلو أو 15 كيلو. فراح نبدأ مثل ما قلنا بوزن 50% لغاية ما جسمي يسخن وأكون جاهز، لغاية ما أوصل إلى وزن 100% أحاول أني أكون مستعد. أحاول لما أبدأ على البار ما يكون جسمي راخي، لا أحاول أشد جسمي، وأحاول لما أمسك البار أفرغ الوزن بين البليت أو البار بحيث أني أرفع البار أقصى مدى، بحيث أنه يكون سحبتي للبار ما في شيء يقاوم ويأخرها، لأن مثل ما قلنا الماكس ممكن أي شيء بسيط يأثر فيه. مثل ما قلنا خلونا نجرب، نزلنا استخدمنا الهب، كتف إلى الخلف، صدري إلى أعلى، أحاول أستخدم أقصى قوة. لما تنزل وزن حاول أنك تنزل معاه، انتظر ثانيتين ثلاثة بعدين قوم على الوزن
لأنه ممكن يحوشك هبوط الضغط الانتصابي، فمجرد ما تقط الوزن من فوق تحس بالدوخة وتحس يصير عندك بلاك أوت خاصة على أوزان الثقيلة. فانزل مع الوزن، انتظر ثانيتين ثلاثة بعدين قوم عن الوزن. هذا بالنسبة حق تمرين الديد ليفت. بالنسبة حق تمرين البنش بريس، مثل ما قلنا احنا مشينا بالنسبة لغاية ما وصلنا إلى نسبة 100%. فاليوم راح نسوي التيست ونحاول ان احنا نلعب رقم جديد. راح نسخن 50% 5 عدات، 60% 4 عدات، 70% 3 عدات، 80% 3 عدات، 90% عدتين، بعدين ندش على 100% نلعبها عدة واحدة ونشوف هل راح نقدر نكسر الوزن. الأفضل إن لما أكسر الوزن ما أكسره بأرقام كبيرة، أحاول أحط رقم من كيلو إلى 5 كيلو. بالنسبة حق تمرين البنش بريس، أهم الملاحظات إنه أقلل تفعيل عضلة الكتف بالطريقة هذه وأزيد من تفعيل عضلة الظهر والصدر. أفتح الكوع 45 درجة، النزول يكون بطيء والدفع يكون سريع. أسوي شوية آرتش بالظهر عشان أقدر أدفع الوزن بشكل جيد. راح ناخذ الوزن نحطه على الركبة بعدين ننزل. حاول لما تلعب بي آر أو تلعب الماكس مالك يكون في سبوتر موجود معك ورا للحفاظ على صحتك بدون أي إصابات. أتمنى تكونون قدرتوا أن تسوون أرقام جديدة في هذا التمرين. ننتقل إلى بارت بي. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون التمرين عبارة عن every 2 minutes في 5 جولات، يعني كل دقيقتين عندي نافذة. خلال هذه النافذة مطلوب مني أني أخلص تمرين معين. التمرين راح يكون عبارة عن راح نسوي فيه 5 ستريكت بوش بريس أو 5 ميليتري بريس أو ستريكت بريس. راح يكون بداية الوزن اللي راح نلعبه 65% في الجولة الأولى في 5 جولات، يعني أنا عندي دقيقتين، كل دقيقتين راح أدي فيها تمرين في 5 جولات. هذا التمرين مثل ما قلنا راح يكون 5 عدات 65% والوزن راح يكون 65%، فراح أسوي 5 عدات ميليتري بريس. ممكن يكون الوزن من الأرض أو ممكن أثبت الوزن على الراك. الوقت المتبقي مثلا ممكن أسوي 5 عدات خلال 10 ثواني، خلال 15 ثانية باج عندي مثلا دقيقة 45 ثانية أسوي فيهم ماكس كالوري على الروور. لما تخلص الدقيقتين راح أرد مرة ثانية للجولة الثانية، راح أسوي 5 ميليتري بريس أو ستريكت بريس، بعدين أروح باج الوقت على ماكس كالوري. راح ينحسب السكور مالي على كمية السعرات الحرارية أو كمية الكالوري اللي خلصتهم على الروور. فحاول انك ما تكون بطيء على الرو بس ريكفري، ولا تكون وايد سريع بحيث انك تصير بطيء بالنسبه حق الستريكت بريس. الستريكت بريس في ال5 جولات كل جوله ابدا ازيد 5 أو 10 باوند، فراح ازود. الجوله الاولى راح العب 65% بعدين باجي الوقت اسوي رو. الجوله الثانيه راح ازيد 10 LB أو 5 كيلو، بعدين ألعب الجولة الثانية. الثالثة هم راح أزيد الوزن وألعب لغاية ما أخلص 5 جولات، تمام؟ مثل ما قلنا السكور مالك راح يكون كمية الكالوري اللي سويتها على الرو. جهز ساعتك، خلها على 5 دقيقتين في 5 جولات وخلنا نبدأ مع بعض. طبعاً يفضل أخلي وقت تقريباً 10 ثواني إلى 25 ثانية
حق الترانزيشن ما بين الروه والوزن، وعشان أركب الوزن أرتاح شوي. بدأت الدقيقتين اللي بعدها أزيد الوزن وأبدأ. الجولة الثالثة راح أزيد وألعب لغاية ما أخلص 5 جولات، وبكذي خلصنا تمريننا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، أتمنى استمتعتوا في تمريننا اليوم. شوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.